قال: وعن قيس بن عباد قال: خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف. طيب العلم معروف، الشرف ليش؟ ليش إيش فيها شرف يعني؟ إيش الشرف اللي فيها؟ شرف العلم. لأن حيصحب أناس رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، أو يصحب أناسا رأوا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ولذلك الشرف هنا جاء، لأن جاء في بعض الروايات قال: فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران وهو واضع يده على منكب رجل وله غدائر ضفائر يعني، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا علي وعمر واضع يده على منكب علي. هو ذا الشرف، أنه حيرى من؟ يرى الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذ منهم كفاحا من غير واسطة فيرتفع الإسناد. وقيل ليحيى بن معين: ماذا تتمنى؟ قال: بيتا خاليا وإسنادا عاليا. نعم.